أحلى صباح. خليك فيت خليك فيت في خليك فيت من جديد مستمعينا ومتابعينا، عودة لكم وعودة كمان للكابتن محمد عباس. اليوم بعد ما أدري كم أسبوع كذا ما سمعنا صوته الرهيب. صباح الخير كابتن. صباح الورد عبد الرحمن، كيف حالك؟ كل عام حبيبي وانت بصحة وسلامة وعافية. كل الفريق حق بانوراما اف ام ان شاء الله بخير يا رب، عيدوا عليكم وانتم مبسوطين ان شاء الله. يا رب يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن كنت اكلمك تحت الهوى وخلينا اقول على الهوى، يعني اليوم عيالك وش سويت مدارس معهم؟ قول للناس. ما بيجي اليوم اول يوم المدارس. ليه يا كابتن يا اخي، وين الدفعه الايجابيه عشان الطلاب يروحون لي يعني؟ عرفت لا ما حندفعوا مظبوط، بس خلهم بس عشان تعرف انهم يتعدل شويه وفي شويه اشياء لسه ما جبناها حق المدارس. طيب جميل كابتن. حلو حلو. لا بالله كابتن ضبط الموضوع يعني، هذا يعني تعرف اول يوم بالعكس المفروض يكون فيه، بس مو مشكله، ثاني يوم يلا يمشي الحال شغال يعني امور كويس. طيب احنا نتكلم عن ايش اليوم كابتن؟ اليوم حنتكلم عن المودرة. وش ذي المودرة؟ ايوه اكله دي وحاجه كده مغيبه شويه عندنا احنا، بس هي مشهوره في الصين واليابان والهند. طبعا احنا زي تذكر مره تكلمنا عن اليوغا. ايوه تكلمنا عن اليوغا الرياضيه اللي ما لها اي علاقه باي حاجه يعني اخرى زي الاديان او غيره. كذلك المودرة، المودرة تعتبر نوع من انواع اليوغا او حاجه تحت مظله اليوغا. المودرة هذه عباره عن حركات في الاصابع او الايدي الواحد يسويها لها علاقه بالصحه وبرضه بفقرتنا هذه خليك فت، وان شاء الله هعملها على حلقتين اليوم ويوم الثلاث لانه موضوعها شويه طويل. حلو. فبشرح وانا باختصار جدا. اول حاجه سووا دراسه في امريكا في الاكاديميه الوطنيه للعلوم سنه 2009 في شهر نوفمبر، توصلوا الى انه حركات اليد انت لما تعمل حركات بيدك تفعل مناطق في الدماغ زي الكلام وزي الكتابه، يعني الكلام والكتابه تفعل نفس المناطق كذلك حركات اليد. وانت لو لاحظت الانسان في حياته اليوميه بيحرك يده لما مثلا يجي تسأل عن شيء لما يجي يقول لك هدي كذا يسوي لك علامه يعطيك البادي لانجوج هذا. ايوه هذه هي المودرة، هذه هي الحركات اللي هي سريعا بس هقول لك الاصابع الخمسه اللي احنا عندنا لها علاقه بالاعضاء الداخليه داخل جسم الانسان، وبعدين حناخذ على طول حركتين كيف نسويها اليوم عشان المستمعين بعد يعرفوا ممكن ايش يسوي كيف يحسنوا لياقتهم او صحتهم العامه باستخدام المودرة. عندك الابهام مرتبط بالمعده والطحال والفم، يا ساتر. اوكي. السبابه مرتبط بالكبد والمراره والعيون، والوسطى مرتبط بالقلب والامعاء الدقيقه واللسان، وخط الخاتم او البنصر مرتبط بالرئتين والامعاء الغليظه والانف، والاخيرا الخصر مرتبط بالكليتين والمثانه والاذنين. المعنى ان كل اصبع مرتبط بعضو داخل الجسم. هذه الوضعيات اللي هي في الاصابع هذه لها القدره على ارسال طاقه اضافيه للجسم واستخدام هذه الطاقه في العلاج او في اغراض اخرى عيني. يعني تحسين مثلا اداء الرياضي او الى اخره. اعطينا مثال. ايوه شلون كابتن؟ ايوه حديك اخيرا مثال عشان احنا ان شاء الله نستكمل نيكست تايم. عندك مثال، عندك مثلا في حاجه اسمها سوريا مودرا. هذه سوريا مودرا تزيد نسبه حرق الدهون في الدم. ممكن الواحد يسويه عبد الرحمن وهو بيسوق في السياره، هو في انتظار في مكان يعني ممكن يسوي المودرا هذه يستفيد من وقته. السوريا مودرا دي انت بتفرد اصابعك كف يدك قدامك ايوه، وتجيب اصبع السبابه ده كانك تبغى تطقه. اوكي كده تمسكه بالابهام. حلو. واصابعك السوداء. هذه الوضعيه اسمها سوريا مودرا. هذه الوضعيه تزيد نسبه حرق الدهون في الدم، وعاده انا بسوي قد ما اقدر، المفروض انه 45 دقيقه ممكن انا اقسمها على ربع ساعه. يعني ربع ساعه بدل ربع ساعه بدل ربع ساعه على مدار اليوم، او ممكن اسويها على الاقل مثلا ربع ساعه او 10 دقائق يعني. بس المهم انه هي 45 مينتس 45 دقيقه هذا الافرج. الثانيه اللي حناخذها دحين اللي هي اسمها تشينا مايا، ما اعرف انا الهندي حقي والله وش كابتن. ايوه تشينا مايا. ايوه اقول لك هذه تساعد على الهضم. يا سلام. اكلت وجبه ثقيله، اكلت وجبه ثقيله قاعد مثلا تستنى تشرب الشاي، هذه ممكن تسوي تشينا مايا. تعمل قبضه، اعمل قبضه. اوكي هذه قبضه. بعدين اصبعك السبابه والابهام مع بعض كذا كانك تسوي دويره صغيره، بس سهله بس. جدا المودره. اصبعك السبابه والابهام لمسهم في بعض بس كذا كانك مدوي دوائر صغيره. على فكره اللي قبلها المودرة اللي قبلها المفروض الاصبع اللي هو الـ 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 البنصر الخنصر البنصر ايوه مع الابهام. المهم هذه السبابه مع الابهام تمسكهم كذا ببعض كانك مسوي دائره. واخيرا اللي حناخذها اليوم اللي هي اسمها ادهي مودرة. هذه مهمه جدا برضو للرياضيين. اول شيء تهدي الاعصاب
مساعدة على التخلص من الشخير وبعدين توسع الرئتين. شلون دي؟ أدهي مودرة. أدهي مودرة تعرف أنت حط كأنك مسوي قبضة بيدك بوكس يعني، بس أصبعك الإبهام في الداخل يعني جوا وبتقفل عليه بأصابعك الأربعة الثانية. حلو. عرف؟ كيف يعني كيف عدل كيف كابتن؟ ما هو باين. أوكي خليه داخل. حتى خليه داخل وقفل عليه حتى لما يكون معصب عبد الرحمن واحد عصبك أو شيء سوي هذه المودرة دخل أصبعك الثم كذا اللي بام وقفل عليه بصابعك الأربعة. بوكس يعني كابتن. يديك سيطر على النفس. أوكي. وتوسع الرئتين وبرضو تساعد التخلص من الشخير إن شاء الله يوم الثلاثاء. كابتن عشان بس نوضح الفكرة للناس، هذه حقائق علمية يعني، واحد يقول إيش قاعدين تسوون أنتوا يا أبوي؟ هذه حقائق علمية. هم أخذوا هم أنت تشوف الناس بتعمل أشياء بصباحة غريبة وعجيبة، فالناس بدأوا يدرسوا في الغرب وبعدين توصلوا للدراسات عرفوا على الأقل هذه الأشياء عمرها أكثر من 5000 سنة. جميل. فأقول لك ليش الناس بيسويها؟ طب وليش دول الناس بتمارس عندهم صحة قوية ويجيك نحاف كده ويوقف لك على راسه ورجوله فوق؟ فين يعني يجيب الطاقة دي والقدرة دي الفيزيائية الممتازة؟ جميل. فهذه من أحد الأسباب المودرة. هذه المعنى كلمة مودرة معناها سيل بالإنجليزي يعني ختم أو سد. أها. عشان أي معنى هذه معنى كلمة المودرة. هما يؤمن إن هما يعني الإنسان تعرف طاقة عبارة عن طاقة. فإنه دائما الطاقات يعني من الأيدي، يا أنت حتستقبل طاقة يا أنت حتطلع الطاقة. لذلك تشوف اللي هذول حقول الكونغ فو دائما تلاقيه ضم يد الاثنين مع بعض. صحيح. عشان لا يسر الطاقة برا يعني كذا هم يعتقدوا. جميل جدا كابتن محمد عباس، يعني احنا مكملين يمكن تفاصيل هذه الرياضة الجميلة اللي باليد ذكرنا باسمها بس معليش المودرة. كابتن احنا الثلوث مكملين، ولكن ذكرني بحسابك على الناس اللي الاشياء اللي قلتها اليوم يشوفوها على حسابك ممكن حنزلها كلها بالتفصيل على حساب في انستغرام اللي هو بروسلي 500 بروسلي 500 بي ار يو سي اي ال اي اي 500 ان شاء الله. ونستكمل يوم الثلوث، عندي كمان كذا وضعيه حلوه للرياضيين. الله يعطيك العافية كابتن محمد عباس. منى تقول لك هذه أسامي وجبات يا كابتن. شكرا لك كابتن. كويس كذا الفكرة وصلت يعني. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا.